حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وأحسن من تكلم عن هذا الحديث من هذه الحيثية هو شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. ألخص ما قال بأسلوبي حتى أقرب كلامه، فكلامه جد نافع. سابعا، قال رحمه الله: عند غربة الدين واندراس الدين يظهر الله عز وجل لهذه الأمة، يظهر لهم مجددين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فيقول: في عهد عمر بن عبد العزيز اختفت أكثر معالم الإسلام عن كثير من أهل الإسلام، حتى كما قال رحمه الله، حتى قال: إن تحريم الخمر قد خفي على بعض المسلمين قبل مجيء عصر عمر بن عبد العزيز، فجدد الله عز وجل هذا الدين بعمر بن عبد العزيز. قال رحمه الله: قال: وقد يكون للإسلام غربة في بعض الشرائع، فقد لا يكون في البلد من يعرف هذه الشرائع إلا من يعرفها إلا واحد ثم الواحد ثم الواحد، لكن هذا الدين يظهر وينتشر.